أحسن الله إليكم. المرسل أبو حمزة خاء عين من الغصوري يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، أو كما قال؟ الصحيح أنها لا تجوز زيارة القبور للنساء، زيارة القبور للنساء مطلقا، لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، وذلك لعموم حديث لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. هذا عام في جميع القبور، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وفي غيرها من القبور. المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقة، ولكن لها أن تصلي في المسجد النبوي، صلاتها كصلاة الرجل في المسجد النبوي، صلاة الواحدة عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم.